نبتدي نتكلم بقى على البروبرتيز بتاعت الزي ترانسفورميشن. هنبتدي طبعا باهم تو بروبرتيز اللي هم اللينياريتي والكونفوليوشن. طبعا احنا يعني افتكر كويس قوي ان احنا عندنا زي ترانسفورميشن جاينا من لابلاس ترانسفورميشن. عندنا الزي بتساوي اي تو ذا اس تي اس، كويس، او اي تو ذا اس وخلاص. لو احنا اعتبرنا تي اس بعد كده بنعتبرها بواحد، هتبقى عباره عن اي تو ذا باور اس، which is يعني برضو لما نيجي بعد كده عايزين نريليت الزي ترانسفورميشن بالفوري ترانسفورميشن بنقول الاس بتساوي جي اوميجا، فنقدر برضو نربط الزي ترانسفورميشن بالفوري ترانسفورميشن. في كل الاحوال احنا عندنا كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها في الاخر بتقول لنا ان الزي ترانسفورميشن هو بيسكلي هو عباره عن الاس ترانسفورميشن او لابلاس ترانسفورميشن، مفيش اي اختلاف خالص. فمعنى كده كل البروبرتيز اللي كانت موجوده عندنا في اللابلاس ترانسفورميشن هت ابلاي برضو على الايه، على زي ترانسفورميشن. من اول الحاجات دي هي اللينياريتي. اللينياريتي طبعا معنى كده السوبر بوزيشن بيتحقق، يعني معنى كده لو انا خدت زي ترانسفورميشن بتاع اي اكس اوف ان زي بي واي اوف ان هيطلع لنا عباره عن اي زي اللي هو زي ترانسفورميشن بتاع اكس اوف ان زائد بي في زي ترانسفورميشن بتاع واي اوف ان. اوكي، في يعني طبعا احنا يعني دي بت يعني زي ما احنا كنا بنتكلم قبل كده بتحقق لنا السوبر بوزيشن اللي هو عباره عن السكيلينج والاديتيفيتي. نفس الكلام بالنسبه للكونفوليوشن بالظبط. لو عندي واي اوف ان بتساوي اكس كونفولف مع اتش زي ما كنا بنشوف في اللينير تايم انفاريانت سيستمز بتاعتنا، لو احنا خدنا زي ترانسفورميشن بتاع الواي هتبقى هي عباره عن زي ترانسفورميشن بتاع اكس كونفولف مع اتش، هنلاقي انها في الاخر برضو هتبقى عباره عن اكس اوف زي في اتش اوف زي. يعني كونفوليوشن هنا في التايم دومين في الديسكريت تايم هيروح لنا هنا في الناحيه الثانيه في الزي دومين هيبقى برضه عباره عن مالتيبليكيشن. فانا هنا برضه اقدر اجيب الترانسفير فانكشن بتاعتنا ان تيرمز اوف واي اوف زي اوفر اكس اوف زي. اوكي، فبكل بساطه اللي انا لو انا عندي سيستم لينير تايم انفاريانت بحتاج ان انا اقيس الاوتبوت بتاعه لانبوت معين واقدر اقسم في الاخر الزي ترانسفورميشن بتاعت الاوتبوت على الانبوت عشان اقدر احصل على الاتش اوف زي بتاعتي بتساوي كام، زي ما انا كنت بعمل في اللابلاس ترانسفورميشن وزي ما كنت بعمل في الفوري ترانسفورميشن. ممكن برضه ابص على مجموعه من الحاجات اللي هي حالات خاصه للزي ترانسفورميشن. لو انا عندي فاينايت امبلس ريسبونس فلتر، لو انا عندي فاينايت امبلس ريسبونس فلتر الديفينيشن بتاعه زي ما احنا كنا شفنا كان عباره عن بي كي في اكس اوف ان ماينس كي، ده عباره عن الكونفوليوشن بتاع بي اوف كي. بي اوف كي بي كي دي عباره عن الكوفيشنت بتاعت الفلتر بتاعي، ودي عباره عن الايه، يعني عباره عن سامبلز من السيجنال بتاعت الديسكريت تايم سيجنال بتاعتي. اوكي، فهنلاقي عندنا بيسكلي الامبلس ريسبونس بتاعنا هنلاقي ان هو عباره عن البي كي فاليوز الموجوده عندي دي. اوكي، فمعنى كده لما بتكلم على ان البي كي فاليوز هي نفسها الامبلس ريسبونس يبقى معنى كده لو خدت الزي ترانسفورميشن بتاعها هيطلع لي في الاخر هو عباره عن زي ترانسفورميشن بتاع الايه الكوفيشنت بتاعت البي كي دي، وهتطلع لي فاينايت، يبقى معنى كده تطلع بولينوميال اوف زي فاينايت اوف فاينايت اوردر، وهتطلع انها طبعا ايه الار او سي بتاعتها هي عباره عن الهول زي بلين ما عدا الايه ما عدا الزي بتساوي زيرو.